قبل 4 أشهر من الانتخابات النيابية في تونس تبدو الأجندة السياسية غير مكتملة المعالم، إذ لم يصدر الرئيس التونسي مرسوما خاصا بهذه الانتخابات، ويرتبط النقاش العام في البلاد بشأن الانتخابات النيابية بتساؤلات عن مدى احترام مبادئ الديمقراطية في البلاد، خاصة بعد ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي. توازيا مع ذلك تتهيأ المعارضة التونسية لبدء سلسلة من التحركات رفضا لما تعتبره تواصلا للمسار الانقلابي. لا يزال شأن الديمقراطية في تونس رفيعا للنقاش العام في البلاد حول المحكمة الدستورية وحول الانتخابات النيابية المقبلة وحول مدى احترام المبادئ الديمقراطية زخم ثابت، وإن بدا لجل الحاضرين هنا انحصارا للديمقراطية في جانبها الرسمي. الحياة الديمقراطية ما ماتتش في تونس، ماتت على المستوى الرسمي، ولكن حي على المستوى المجتمع المدني، حي على مستوى النشطاء اللي موجودين اليوم واللي يحبوا يفهموا ويناقشوا، أما من حيث الحياة الرسمية احنا خارج المسار الديمقراطي. مبعث القلق هنا ألا يكون لهواجس الفضاء العام وأسئلته صدى لدى صناع القرار في البلاد. المعارضة السياسية للرئيس سعيد حسمت في ذلك، بل تجاوزته إلى القول بأن القطيعة بين الرئيس والنخب السياسية والمدنية بكل تساؤلاتها ومطالباتها صارت مستفحلة. كل الخطوات اللي قام بها قيس سعيد هي خطوات تندرج ضمن العملية الانقلابية. قطعنا الاستفتاء، قطعنا الاستشارة، قطعنا الحوار المغشوش اللي قام به قيس سعيد، واعتقد انه نفس التمشي سيكون بالنسبة للمراحل القادمة، سواء تعلق بالقانون الانتخابي او بالانتخابات اللي حاب ينظمها الانقلاب. لا انكفاء لمعارضي الرئيس عن موقفهم السياسي ولا انخراط في أجندة ما يعتبرونه انقلابا، ومع ما بدا من اكتفاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالدور الاجتماعي دون السياسي، ترى المعارضة أن عليها خوض المواجهة مع الرئيس دون ترقب سند المنظمات الوطنية، كما ترى أن توحيد مواقفها وتصوراتها يجب ألا يتوقف بالضرورة على إنشاء هيكل مشترك. بين توصيفات ثلاث تتأرجح الحالة التونسية، هي لدى قسم من المتابعين والأكاديميين ديمقراطية شكلية، هي لدى مؤيدي الرئيس ديمقراطية جديدة، وهي لدى المعارضة ديكتاتورية ناشئة. معارضة تتهيأ للتركيز على وحدة في المواقف والصف لا تشترط بالضرورة هيكلا جامعا. خليل فعيل، العربي، تونس.